رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا بعد الفاصل. طبعا بنشكر الدكتور أحمد محمد رفعت استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري. فقرتنا التانية زي ما اتكلمنا في بداية حلقتنا إنها عن الزراعة. إحنا دلوقتي في شعار جميل قوي لقيناه بيقول شجرة مثمرة بتساوي حياة مثمرة. ده شعار أطلقته مبادرة شجرها، كانت بدايتها إبريل 2016. ايه هي فكرة المبادرة وايه هي اهدافها؟ ده اللي هنعرفه مع الدكتورة غادة عبد المنعم مرسي، استاذ مساعد مركز البحوث الزراعية واحد مؤسسي المبادرة. اهلا بحضرتك يا دكتور غادة، مشرفانا النهاردة في خير بلدنا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا دكتور ونورتينا في خير بلدنا. خلينا نبدأ مع حضرتك توضحي لنا فكرة وبداية المبادرة. تمام. هو حضرتك فكرة شجرها دي بتدعو إلى نشر وزراعة الأشجار المثمرة في جميع أنحاء الجمهورية، سواء في الميادين، المدارس، المستشفيات. وكمان طبعا احنا يعني احنا عايزين نعمل عملية استبدال، بدل أشجار الزينة نزرع شجر مثمر بحيث ان احنا نجعلها صدقة جارية لأي حد ماشي في الشارع. وطبعا كل ده بيهدف إلى إيه؟ تقليل التلوث وزيادة الإنتاج والاكتفاء الذاتي، تحقيق الاكتفاء الذاتي. يعني أنا يعني دي الفكرة البسيطة. الفكرة بدأت إزاي يا دكتور؟ يعني إيه بداية فكرة شجرها؟ جت منين؟ اللي إحنا شايفين في الشوارع شجر كتير في الشارع، أشهرها طبعا شجر الفيكس اللي كل الناس تعرفه. إنما فكرة شجرة مثمرة اللي الناس ماشية في الشارع شايفة شجر مثمر، إيه الفكرة بتاعت الموضوع ده؟ هي الفكرة إن كان المؤسس المبادرة اللي هو المهندس عمر الديب كان ماشي في الشارع فشاف بعض عمال النظافة اللي موجودين في الشارع واقفين تحت شجر التوت وبيقطفوا في ثمار التوت وبياكلوا، فطبعا وسعدة جدا يعني، فطبعا هي جات له الفكرة من كده إن هو ليه ما يكونش بدل أشجار الزينة اللي مالية الشوارع يكون في شجرة مثمرة بتعطي إنتاجية، يعني شكل جميل وإنتاجية وصدقة جارية للمحتاجين، أو مثلا مش المحتاجين، لأي حد ماشي في الشارع. طبعا هو مؤسس المبادرة دي يعني دعا بعض الأشخاص اللي نفسهم إن هم ينشروا هذه الفكرة، وكان من ضمن يعني أنا من المؤسسين، تخصصي المكافحة ومكافحة الآفات اللي بتصيب الأشجار المثمرة. طبعا انضم لينا بعد كده مهندسين زراعيين ومحاسبين وجميع التخصصات كانت معانا، بحيث ان احنا نعمل تيم وورك او فريق عمل، ننزل نعمل توعية للصغار والكبار لنشر زراعات البسيطة في امام البيوت وفوق الاسطح وفي البلكونات، اي مكان فاضي في المتاح ان احنا نزرعه. يعني احنا عملنا توعية لهذا الموضوع. ممكن يا دكتور حضرتك تقول لنا مين بيدعم المبادرة وإيه أهدافها؟ هو طبعا كان في دعم فعلا من دكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق، هو زرع معانا أول شجرة رسمية للمبادرة كان في 2016، وطبعا كان في وادي دجلة، في محمية وادي دجلة. طبعا ده كان شرف كبير جدا للمبادرة إن هو يدعمها. طبعا بعد كده كمان في 2019، في 9/2019 قابت المبادرة بزراعة سطح مبنى وزارة البيئة، طبعا برعاية وزيرة البيئة المصرية الحالية يعني. فطبعا دي دعم، احنا بنعتبرها انها دعم ويعني شهادة نجاح كبيرة جدا احنا بنعتز بيها. طبعا. طب تمام يا دكتور، هي اهداف المبادرة غير اللي احنا الموضوع يبقى كل الناس تاكل ثمار، الموضوع صدقة جارية ودي فيها حتة إنسانية جميلة جدا، كان ليها أهداف تانية غير الهدف اللي كل الناس تاكل ثمار والثمار الفاكهة تبقى متوفرة بشكل كبير زي ده؟ طبعا هو احنا كان لنا منشور نازل في جريدة الوطن من فترة بسيطة، كان عنوان المقال بتاعنا ايه بقى؟ كان يعني العنوان مضحك جدا اللي هو ايه؟ الغلاء أبو الاختراع. شجرها بتدعم زراعة الجرجير والخس والجزر. طبعا هو يعني اللي أنا أقصده من الكلام ده إن احنا نحقق الاكتفاء الذاتي لكل بيت مصري. إيه المشكلة إن أنا أزرع مثلا عندي نعناع، نباتات طبية، أزرع طماطم عشان ما أحتاجش إن أنا أشتري من السوق؟ إيه المشكلة إن أنا أخلي الحاجات دي كلها متاحة ليا ولجيراني؟ ولو كل واحدة أو كل سيدة منزل زرعت في البلكونة بتاعتها الزراعات البسيطة اللي هي بتبقى مثلا في زجاجات بلاستيك، في عبوات الزراعة البسيطة الصغيرة اللي عندنا في كل بيت،
ايه المشكله ان احنا ناكل اكلنا من زراعه ايدينا؟ دي حاجه صح. بسيطه جدا كلنا نقدر نعملها. طب هي المبادره مقتصره على الشباب الزراعي بس فقط ولا؟ لا يا فندم، انا في بدايه الكلام قلت ان احنا حتى التيم ورك بتاع المبادره من جميع التخصصات مش زراعه فقط، بدليل ان المؤسس بتاعنا اللي هو مؤسس المبادره عمر الديب ده كمهندس بترول مش ملوش دعوه بالزراعه تماما. معانا محاسبين، معانا مصورين، معانا اي تي، معانا ناس كتير جدا بحيث ان احنا كلنا نكمل بعض. كل مجالات المجتمع المختلفه داخلين في مجال مبادرة شجرها. معلش يا دكتور، كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. اتفضل. مبادرة شجرها كان الغرض منها تشجير الشوارع والأماكن العامة والمدارس زي ما حضرتك وضحتي، احنا ازاي ربطنا تشجير الشوارع والمدارس والأماكن العامة بتشجير زراعة البلكونات وزراعة الأسطح؟ احنا كده دخلنا في زاوية تانية معينة، ولا هي كان الهدف من المبادرة نشر الزراعة بشكل عام بكافة مجالاتها المختلفة كل اشكالها يعني؟ لا، هي المبادره يعني لا تختص بالزراعه الكثيفه، احنا بنتكلم على الزراعات البسيطه اللي ممكن نقدر نعملها امام البيوت، في الميادين، في مثلا في الـ الـ في اي مكان فاضي ان احنا نقدر نزرع فيه بدل ما نسيبه فاضي او يتحط فيه مثلا مهملات. ليه ما يبقاش فيه شجره جميله مثمره يبقى شكل وطعم ولون؟ فاحنا بنتكلم على اساس ان احنا بننشط او بننشر فكره ان احنا نزرع بطرق بسيطه جدا. الزراعات الكثيفه دي بيبقى لها يعني تقنيه معينه طبعا بتضم يعني ان كانت وزاره الزراعه او اي مؤسسه بتدعمها. مبادره شجرها بتهدف في الهدف الاول والاخير ان احنا نزرع زراعات بسيطه ونعلم اولادنا ان احنا ازاي يزرعوا ورده، ازاي يزرعوا نبته وياكلوا من زراعه ايدينا ويحصدوا زرع ايدينا. طب حضرتك في المنطقه اللي عايشه فيها بالفعل قمتوا زرعتوا شجره؟ تمام. حصل فعلا من بدايه المبادره احنا جمعنا انا وجيراني وزرعنا بالفعل قدام بيوتنا وفي الجزيره الوسطى اللي موجوده في الشارع في المنطقه اللي احنا قاعدين فيها، وجبنا وكان كمان لنا تصوير في احد البرامج جت صورتنا علشان برضو نعمل توعيه للناس ويعني لكل الجمهوريه. الاطفال اتعاونت معاكم؟ واولادي نزلوا زرعوا، اولاد جيراني نزلوا زرعوا معانا، كانوا طبعا شعور ما وصفلكيش السعاده اللي احنا كنا فيها والاولاد فيها. يعني ازاي يا دكتور بتنشروا المبادره بتاعتكم؟ يعني عن طريق الاعلام بس وتسليط الضوء عليها من خلال الاعلام بس، ولا من مواقع التواصل الاجتماعي، ولا بتنزلوا توعيات؟ هو طبعا احنا عملنا كل ده. اولا هي كانت البدايه خالص كان عن طريق صفحتنا على الفيسبوك، عاملين صفحه اسمها شجرها، عليها الحمد لله ألف عليها 150 ألف متابع لحد الآن، متابع وعضو، بحيث ان هو يعني المتابع يسأل واحنا نجيبه، العضو بقى اللي هو ممكن يقدر يساعدنا ان هو يكملنا. يعني احنا محتاجين مثلا حد تصوير، حد جرافيك، احنا بندعو وبنستقبل وبنرحب بأي حد ينضم لنا كعضو متطوع مساعد لنا. طبعا احنا قمنا بفعاليات كتير جدا، شاركنا في اكتر من احتفاليه واكتر من مهرجان. كان عندنا مهرجان الاكل المصري كان لنا فعاليه فيه، جبنا الاصاري وعلمنا الاولاد، يعني الاولاد والناس الكبار اللي كانوا عايزين يتعلموا. قمنا برضو كان لنا فعاليه في معرض القاهره الدولي نفس السنه اللي احنا فيها 2019، كانت ناجحه جدا. وكان لنا برضو فعاليه في مؤتمر تكنولوجيا المعلومات، كان لنا اكتر من فعاليه، وبرضو شاركنا في المركز القومي للبحوث، قدمنا كذا ندوه عشان ننشر فيها اهداف المبادره. كان لنا يعني عملنا كذا ندوه في ساقية الصاوي بالزمالك، كانت ندوات كلها مجانيه على اساس ننشرها. الناس اتقبلت فكره المبادره ازاي، وخصوصا انها فكره جديده؟ يعني حاجه جميله جدا ان الناس ماشيه في الشارع ممكن تلاقي شجر توت زي ما حضرتك قلتي هنعتمد عليه، شجر موالح، الشجر ده، يعني الناس استقبلت الفكره دي من حضراتكم ازاي؟ لا، هي استقبلتها ورحبت بيها جدا كمان وساعدتنا، بدليل ان الناس لما اشتركت بداوا ان هم يزرعوا فعلا بفعليا في بيتهم ويصوروا لنا الشجر بتاعهم لما كبر، يعني زرعوها وبعد شويه لما كبرت واهتموا بيها ورعوها صوروا لنا الصور دي ونزلوها لنا على صفحتنا على الفيسبوك. وكانت دي بقى يعني خير دعايه للصفحه بصراحه، ان طبعا تزرع لحاجه وتصورها وتبعتها لنا ان انا معاكم عضو اهو وقمت بالفعل بالزراعه.
يعني دي كانت احسن حاجه حصلت لنا ايه بصراحه. الانجازات اللي من 2016 ل 2019 وصلت ليها المبادره؟ يعني احنا الحمد لله من فضل الله زرعنا 40,000 شجره في 10 محافظات في الجمهوريه. كان من ضمن الاماكن اللي زرعنا فيها كانت مدارس حكوميه في محافظه الشرقيه ومحافظه الدقهليه، وكان في الواحات البحريه، وكان في المدن الجديده زي مدينه الشروق ومدينه العبور. علمنا الطلبه ان ازاي نقف ونعلمهم وهم يلتفوا حوالين مننا وهم يقولوا لنا عنكم انتوا، احنا نعمل لو سمحتوا قولوا لنا واحنا بايدينا اللي هنزرع. دي كانت حاجه جميله قوي مبشره ان الجيل اللي جاي ده عنده حب الزراعه وعنده حب ان هو ينتج حاجه. رحنا في اماكن كتير جدا، عملنا توعيات ونزلنا في بعض المشات الخاصه في وسط القاهره، عملنا ورش عمل وكنا بنجمع وكنا بنعلن عليها قبلها على الصفحه، وفعلا كان بيجينا اعداد كبيره جدا. عملنا برضو توعيات ازاي ان احنا نستخدم بدائل المبيدات في مكافحه الافات. دي كانت مجال كبير قوي، ده كان انا اللي كنت مختصه بيه على اساس ان ده تخصص شغلي. كنت بعلمهم ازاي ان هم يقدروا يعملوا مبيد من مكونات طبيعيه من قلب البيت عندهم، من قلب مطبخهم. ده بالنسبه لمكافحه النبات يا دكتور. اتفضل. طب بالنسبه بقى بعيدا عن فكره المبادره نفسها، حضراتكم لما لقيتوا الاقبال الكبير على فكره مبادره شجرها، حبيتوا ان انتوا توصلوا للناس توعيات معينه في الزراعه اللي هم متخصصين بالمجال واللي هم خارج المجال، ازاي يهتموا بمجال الزراعه بشكل عام، وخاصه ان مصر بلد زراعيه، مصر أيوة، حضرت 7000 سنه قايمه على الزراعه. تمام. هو ده فعلا بدايه مصر كانت زراعيه طبعا كلنا عارفين، ولو ان ارضها كلها مش مستغله، ولكن الحمد لله دي احنا في خطوات جاده يعني من الحمد لله من الحكومه ان هي ان شاء الله تنشر الزراعه في مساحات كبيره. طبعا التوعيات بتاعتنا ان احنا بنقول او دايما نشدد على انك انت هتزرع، ماشي انت حابب ان انت تزرع، بس بعد ما تزرع لازم تهتم، لازم ترعى الزرعه اللي انت زرعتها، والا يبقى انت ما عملتش حاجه. دايما كان في تواصل بيننا وبين اعضاء الصفحه، اللي عنده اي استفسار، اللي اي حد عنده اي سؤال احنا بنرد عليه، يعني بنرد عليه رد مباشر وسريع بحيث ان هو يقدر ان هو يحافظ على الزراعه اللي زرعها. نصيحه حضرتك توجهيها الناس تزرع ايه؟ تستفاد منه سواء تحقيق اكتفاء ذاتي، ممكن يدخلوا ربح من خلال الزراعه دي؟ يعني زراعه الاسطح دلوقتي بتحقق اكتفاء ذاتي لبعض البيوت المصريه. تمام. ممكن انها تكفي اسره، يعني ممكن اسره تزرع مثلا 4 يعني مترين في مترين، لو مساحة مترين في مترين دي ممكن تكفيها. لو هتزرعها طماطم ممكن تعمل اكتفاء ذاتي للأسرة دي كلها من الطماطم. مترين دي في مترين. ده مثلا مترين 2 في 2 مربع، دي حضرتك دي ممكن انها تعمل اكتفاء ذاتي للأسرة دي، ما تشتريش من بره. وكذلك الخس، وكذلك كل النباتات اللي احنا بنحتاجها، الخضار، النعناع، الحاجات اللي احنا بنشتريها من بره، ليه ايه المشكلة ان احنا نزرع في اماكن بسيطة جدا عندنا ونحقق اكتفاء ذاتي؟ ده بالنسبة للايه، هنقول اللي في محيط الأسرة. إنما إحنا لو عايزين نزرع يعني نزرع ويكون عندنا عائد مادي، دي ممكنة جدا، يعني ممكن نزرع أو أوصي. دكتور سريعا، إزاي فضل. أهم الأشجار اللي ممكن الناس تزرعها وتحقق بيها ربح، يستفيدوا منه، يعملوا ليهم مصدر دخل، يستفيدوا من الزراعة بجد؟ يعني إحنا بلد زراعية حابين اللي إحنا نستفيد من الزراعة بجد. تمام. فعلا هو بالتاكيد في بعض الاشجار او في بعض الحاجات اللي انا اوصي بيها انها تتزرع في اماكن بسيطه جدا وتدي عائد كبير. يعني عندنا مثلا مثال شجره المورينجا. شجره المورينجا دي شجره بيسموها غصن البان او شجره الحياه. الشجره دي بتدينا كل حته في الشجره او كل جزء في الشجره ده له اهميه اقتصاديه. عندنا الورق له اهميه اقتصاديه كبيره جدا في علاج امراض كتير جدا زي امراض السكر والعقم، سرطانات، حاجات كتير جدا، نزلات البرد، نقص الكالسيوم، نقص بعض الفيتامينات. عندنا البذره بتاعتها ممكن ان احنا نستخرج منها الزيوت، لانها بتحتوي طبعا على نسبه كبيره جدا من الزيت، حوالي 40% من وزن البذره. عندنا كمان اللحاء بتاع الشجره بيستخدم برضو اغراض طبيه. يعني طبعا حضراتكم، يعني انا اتمنى ان انا يكون في لي مجال او يعني اتكلم اكتر باستفاضه عن الشجره دي طبعاً واشجار دكتور اخرى. طبعا هتنورينا في الحلقات الجايه كتير ان شاء الله. بس هي بس نقطه اخيره نتكلم مع حضرتك فيها. اتفضل. دلوقتي احنا بنقول للناس ازرع، اهتموا، حققوا الاكتفاء الذاتي ليكم، ودخلوا ربح كمان عن طريق الزراعه. تمام. هيسالونا كلنا على التكاليف. لا لا، ده التكاليف بسيطه جدا. يعني مثلا هنقول شتله
انا بقول مثال طبعا، شتله شجره المورينجا دي ب 50 جنيه، دي حضرتك بتكبر في خلال 3 سنوات بتبقى طويله جدا حوالي 3 متر، بتدي انتاجيه من الورق عاليه جدا. وفي اماكن هتشتري حضرتك تنصحي معلش الساده المشاهدين المنتج. بزراعه اشجار معينه؟ اه طبعا عندنا اشجار التوت، شجر التوت ده سواء كان هندي او توت عماني طبعا لها مردود اقتصادي واسع، لان طبعا في قيمه اقتصاديه كبيره جدا للورق، وقيمه اقتصاديه كبيره جدا للثمار، بتستخدم طبعا في المربات وفي الشربات وفي كاسوس مثلا للحلويات. عندنا برضو شجره المورينجا دي العائد الاقتصادي بتاعها للورق وللزيت والمستخلص اللحاق زي ما انا قلت قبل كده. والنباتات الطبيه برضو ممكن ان هم يستخدموها يا دكتور؟ تمام طبعا، لان في نباتات زي البردقوش وزي النعناع وزي الريحان، الحاجات دي كلها، وروزميري واكليل الجبل والحاجات دي كلها برضو العائد الاقتصادي بتاعها كبير جدا، وما بتتكلفش حاجه، يعني تعتبر تكاليفها زيرو. طب حاولت يا دكتور اللي حضراتكم توصلوا ثقافة الناس بنباتات معينة يعرفوا أهميتها إيه؟ ما هو ده اللي انا اقصده، او اللي انا بكلم حضرتك فيه، ان احنا يا ريت يكون في بعد كده توعيه. طبعا احنا نزلنا على الصفحه ان في شجره مثلا اسمها شجره المورينجا، دي لها استخدامات طبيه كبيره جدا وغذائيه. عندنا مثلا اشجار كتير مثلا زي شجر الزيتون، طبعا بنستخدم اوراقه، طبعا يعني حديثا الابحاث قالت ان شجر الورق الزيتون نفسه ممكن يستخرج منه بعض العناصر الطبيه اللي بتعالج بعض الامراض. الزيت بتاعه طبعا بيستخدم في اغراض طبيه كتير جدا، ده غير ان هو يعتبر مصدر غذائي كبير. طب الافضل ان الزراعه على اسطح دي افضل، ولا البكتيريا معلش عفوا الزراعه اللي هي بتاخد كبريتات والحاجات دي افضل، اللي هي الزراعه في الطبيعيه في في التربه التربه يعني؟ انت حضرتك تقصدي، هو طبعا في نوعين من الزراعه، زراعه بالتربه وزراعه بدون تربه اللي هو الهيدروبونيك. احنا لو في مساحه صغيره جدا زي الاسطح والبلكونات انا انصح بالزراعه بدون تربه اللي هي الهيدروبونيك، دي بتكلفتها برضو على فكره تكلفه بسيطه جدا. الزراعه المائيه الزراعه المائيه اللي بالمحاليل، المحاليل المغذيه. انما لو احنا عندنا ارض كتير، ليه المشكله ان احنا نستخدم ان احنا نزرع زراعه يعني على مساحات كبيره، زراعه عاديه بتربه. بس انا برضو بنصح يعني حاجه لازم الفت الانتباه لها، ان احنا لازم من هنا ورايح ان احنا نحاول نحافظ على الميه بتاعتنا، ان احنا نزرع حاجات او مزروعات ما تستهلكش ميه كتير. زي انظمه الري طبعا المعروفه، الري بالنقاط الرش اللي هي بتقلل لنا من كميه استهلاك الميه. تمام. احنا طبعا زي ما حضراتكم شفتوا مبادره شجرها هي مبادره فتحت علينا حاجات كتير جدا مهمه ومفيده فينا لينا، بس احنا نعرف ازاي نستغلها. حضرتك ممكن وانت قاعد في بيتك مالكش اي علاقة نهائي بالمجال الزراعي تفكر تزرع، كسبت مظهر جمالي جميل قدام بيتك، حسنت وقللت من نسبة التلوث البيئي، مش كده وبس، ده انت حققت الاكتفاء الذاتي لنفسك وحققت ربح ودخلت ربح لبيتك. في نهاية لقائنا بشكر حضرتك الدكتورة غادة عبد المنعم مرسي، استاذ مساعد مركز البحوث الزراعية واحد مؤسسي مبادرة شجرها. كنتم مع أميرة شاهين وإيمان فاضل، انتظرونا الخميس القادم 9 صباحا بإذن الله.